عليكم ورحمة الله وبركاته. جبتوا، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة مع بعض إن شاء الله هنبتدي في يونت 2 ليسون 1، هو بيتكلم عن الأتموسفيريك لاير. هو الليسون ده لحد ما هو لطيف وسهل جدا على فكرة، بس هو فيه تفاصيل كتير، فاحنا محتاجين نركز في التفصيل اللي جوه كل لاير احنا هناخدها النهاردة. طبعا أول حاجة، احنا كلنا عارفين إن احنا live على ال earth، we live on the earth planet، وال earth planet دوت surrounded by atmosphere. The atmospheric envelope ده عبارة عن gases, mixtures of gases, rotate around the earth or rotate with earth, يلف مع ال earth. وال height بتاعه extend about 1000 كيلومتر above sea level، ده ال height بتاع ال atmosphere اللي هو surround the earth. تمام؟ طيب طبعا يعني وجود حاجة على ال earth من فوق كأنك حاجة بتضغط عليه، يبقى حاجة بتضغط على ال earth. اللي بيضغط على ال earth ده اسمه atmospheric pressure، اسمه atmospheric pressure. يبقى الاتموسفيريك بريشر هو عباره عن ايه؟ عباره عن الويت اوف اير كولوم، الويت اوف اير كولوم اون يونت اريا، الويت اوف اير كولوم اون يونت اريا. تخيل كده يا جماعه، لو انا جايبه 3 كتب او 4 كتب، وما بين كل كتاب وكتاب بحط كلاي كده، صلصال، كوره من الصلصال، الكوره دي هتفضل ايه؟ كل ما الهايت، الكوره اللي تحت مثلا فيها 3 كتب، فشكلها هيبوظ خالص وشكلها هيبقى متدمر، لان كل البريشر عليها هي. الكرة التانية لا أخف شوية، طب الكرة التالتة لا أخف أكتر. يعني معنى كده إن ال pressure بيحصل له إيه؟ decrease with height، يعني كل ما الكتب كانت بتعلى لفوق كل ما ال pressure بتاعي إيه؟ بيقل. يبقى ال atmospheric pressure هو عبارة عن إيه؟ هو إن الهواء أو اللي هو ال atmosphere ده عمل pressure على ال earth حوالي 1000 كيلومتر بقى، فراح عامل pressure على ال earth، فسميته ال atmospheric pressure. وال atmospheric pressure هو عبارة عن ال weight of air column، weight of air column of a or of an atmospheric height or an unit area. يبقى ال atmospheric pressure هو عبارة عن ايه يا شباب؟ weight of air column، عبارة عن ايه؟ weight of air column on unit area. طيب احنا بنحسب اي حاجة او اي ارقام بتتحسب على sea level، على sea level يعني على مستوى سطح البحر، فعشان كده في حاجة اسمها normal atmospheric pressure، وده هو ال pressure اللي موجود عند sea level، وده equal 10 13.25 10 13.25. ال 1 بار الواحد ده، اصل احنا بنقص بار دلوقتي، بس خلينا اول نركز على النقطه دي. الرقم ده لازم يتحفظ، 10 13.25 ملي بار، ده النورمال اتموسفيريك بريشر، يعني البريشر اللي موجوده عند سي ليفل. طيب ايه هي الميجرنج يونت بتاعت البريشر؟ بار وملي بار. الميجرنج يونت بار وملي بار. ال 1 بار ايكوال 1000، ال 1 بار ايكوال ايه؟ 1000. طيب هي الانسترومنتس او التولز اللي بنستخدمها عشان نعمل ميجر للبريشر، قال احنا بنستخدم حاجه اسمها باروميتر. باروميتر، والباروميتر في منه تو تايبس، في انيرويد والتيميتر. انيرويد والتيميتر، الانيرويد ده اللي هو احنا بنستخدمه تو ديترماين او تو ميجر ذا بوسيبل داي ويذر، ذا بوسيبل داي ويذر. البوسيبل داي ويذر اللي هو هي احوال الطقس، متوقع سقوط امطار، متوقع هبوب الرياح، وهكذا and so on. طب الالتيميتر، الالتيميتر used by pilot to measure the elevation، لازم الطيار يكون عارف هو دلوقتي بيطير على elevation كام، او height كام، او altitude كام. altitude هي elevation، هي height، الاثنين بمعنى ارتفاع. طيب الاتموسفيريك ماب، الاتموسفيريك ماب دي عبارة عن ايه؟ they are maps in which the point of the same pressure. يعني ايه؟ يعني انا جبت كده joint كده كام point معايا، والبوينت دول كلهم قلت ان هم ايكوال، قلت ان هم ايه؟ ايكوال في البريشر. قعدت علمت عليهم في الخريطه مثلا كذا اريا، مثلا منطقه الدقي، منطقه امبابه، منطقه فيصل، منطقه اي بوينت، اي اماكن، وعلمت قلت كل الاماكن دي عندها ايه؟ عندها هاي بريشر، واماكن تانية عندها لو بريشر. فانا بعلم، بكتب عند الحاجات الهاي اتش والحاجات اللو ايه؟ ال. فقال لي ان هي عباره عن كيرفد لاين، انا بوصل ما بين النقط دي اللي انا قلت كلهم هاي مع بعض، كلهم لو مع بعض. فقال لي ايه اللي بيحصل؟ قال لي بعمل curved line join between point equal in pressure، join between point equal in pressure. يبقى الايزوبار هو عبارة عن curved line، curved line join between a point equal in pressure. وطبعا لان في اماكن area بتبقى high في pressure واماكن تانية low في pressure، فده اللي بيسبب حصول الويند، الويند movement، لان الويند هي عبارة عن air، فالموفمنت اوف اير فروم هاي بريشر اريا تو لو بريشر اريا بيسبب لي مين؟ الويند. يبقى احنا قلنا ده يعني ايه ايزوبار؟ الايزوبار هو عباره عن كيرفد لاين جوين بتوين بوينت ايكوال ان ايه؟ ان بريشر. طيب الاتموسفيريك لاير هم عباره عن 4 لايرز،
الفور لايرز دول ديفرنت ان ايه، ان تمبريتشر اند ان بريشر، اسمهم تروبوسفير ستراتوسفير ميزوسفير ثيرموسفير. تروبو ستراتو ميزو ثيرمو، تروبو ستراتو ميزو ثيرمو، وهما كلهم ما بينهم فواصل، لازم يبقى فيه سيباريشن كده ما بين كل لاير والتانية، والسيباريشن دوت بيكون عن طريق ايه، عن طريق بوز. بوز يعني حاجة بتقف. طب ايه اللي بيقف؟ المكان اللي بنقف عنده او الاريا اللي بتفصل ما بين كل اتنين دي بيبقى عندها خلاص التمبريتشر ريمين كونستنت، واقفة ثابتة. وانا اقول دلوقتي كل واحدة فيهم التمبريتشر بتاعتها كام بالظبط. طيب قال لي طيب التروبوبوز، قال لي انا عندي مثلا التروبوبوز، انا ما بين التروبو والستراتو بوز، البوز اسمه تروبوبوز، بيبقى على اسم اللير الاولانية، على اسم اللير الاولانية، يعني تروبوسفير وستراتوسفير يبقى تروبوبوز، ستراتو وميزو استراتو بوز، ميزو وثيرمو ميزو بوز، يبقى كل واحدة على اسم مين؟ اللير الاولانية. تمام، يبقى انا عندي تروبو بوز ستراتو بوز ميزو بوز، دي ريجون بتوين التروبوسفير وستراتو، ستراتو ميزو 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 ثيرمو. طيب بيقول لي ايه كمان؟ بيقول لي ان احنا لو جينا نعمل كومبير ما بينهم طبعا هنرتبهم بالترتيب first layer second layer third layer for thermosphere هي fourth layer. التروبوسفير بنسميها disturbed layer. give reason ليه بنسمي التروبوسفير disturbed layer؟ قال لي because all phenomena occur all weather change occur in it, in it or take place in it. all weather change take place in it. كل التغيرات المناخية بتحصل فيها هي. الستراتوسفير هي second layer بنسميها الأوزونيك layer لأن بيحصل إن هي فيها الأوزون layer، فيها الأوزون layer. أما الميزوسفير وهي بنسميها الكولدست layer لأن التمبريتشر بتاعتها قليلة جدا. والفورث layer هي الثيرموسفير والتمبريتشر بنسميها hottest layer لأن التمبريتشر عندها عالية جدا. طيب احنا هنقول أول حاجة التروبوسفير، التروبوسفير هي الفيرست layer اسمها disturbed layer. هنا يعني ايه disturbed؟ يعني all weather phenomena occur in it or take place in it. ايه الـ weather phenomena المقصودة؟ المقصود بالـ weather phenomena الويند الرين الكلاود. طيب بالنسبة للثيكنس بقى بتاعها، قال لي الثيكنس بتاعها 13 كيلومتر، الثيكنس بتاعها 13 كيلومتر. طيب والتمبريتشر؟ قال لي التمبريتشر في التروبوسفير بيحصل لها ديكريز، بتقل بتقل، كل 1 كيلومتر بنطلعه بتقل حوالي 6.5 ديجري، كل 1 كيلومتر بتقل 6.5 ديجري، فحسبناها في ال 13 كيلومتر لانها بتوصل لحد نيجاتيف 60. يبقى التمبريتشر في التروبوسفير بتنزل لحد كام؟ ديكريز لحد ما توصل للنيجاتيف 60 كيلومتر. تمام. طب بالنسبه للاتموسفيريك بريشر برضو ديكريز، الاتموسفيريك بريشر كده كده ديكريز، بيفضل يقل يقل يقل. تمام. طيب التروبوسفير قال لي الرقم بتاع البريشر مش مهم قوي، التمبريتشر والثكنس اهم. طيب التروبوسفير قال ان هي فيها حوالي 75% من الماس بتاع الاتموسفير كله، يعني كل مكونات الاتموسفير اير كلها موجود 75% منها فين؟ في التروبو. وفيها 99% من الاتموسفيريك ووتر فيبر، من الووتر فيبر. في حاجه كمان، الاير موفمنت الهواء لما بيتحرك في التروبوسفير بيتحرك بشكل فيرتيكال. يعني ايه فيرتيكال؟ يعني الهوت اير زي الدفايه كده رايز اب، لو دنسي رايز اب، والكولد اير بتاع التكييف كان هاي دنسي ففول داون، فحركه اب داون اب داون. هل الطياره تقدر تطير في التروبوسفير بالوضع ده؟ لا طبعا. جيب ريزون، يقول لي مثلا ليه الايروبلين كانت فلاي ان تروبوسفير؟ طبعا عندي سببين. اولا اسمها ديستربد لاير، ديستربد لاير يعني انت بتتكلمي ان بيحصل فيها كل الويذر فينومينا، فيها كلاود وفيها رين وفيها ويند، ما ينفعش الطياره هناك. وتاني حاجه كمان ان الاير موفمنت بتاعها فيرتيكال، اب داون اب داون اب داون، تبقى صعب قوي ان الطياره تطير فيها. تمام. طيب ايه كمان؟ قال لي ده كده احنا بالنسبه لمين؟ للتروبو. طب بالنسبه بقى للستراتو، واحنا سميناها الاوزونيك لاير ليه؟ عشان هي فيها الاوزون لاير، بيبقى على هايت من 20 ل 40 الاوزون لاير. طب هي الثيكنس بتاع الاستراتو كام؟ 37 كيلومتر، 37 كيلومتر. وبعدها الميزو بتقل ماينس 2 تبقى 35 كيلومتر، يبقى اول حاجه 13، وبعد كده في السكند لاير بكمل لحد ما اوصل لل 50 تبقى 37 كيلومتر، وبعد كده في الميزوسفير بتقل ماينس 2 تبقى 35 كيلومتر. في الثيرموسفير بيبقى الثيكنس اعلى واحده هي 590. طيب بالنسبه للتمبريتشر، ايه؟ لا التمبريتشر بتبقى ديكريز انكريز ديكريز انكريز، احفظهم بالترتيب كده، ديكريز انكريز ديكريز انكريز، ديكريز لحد ما توصل نيجاتيف 60، في الاستراتو انكريز لحد ما توصل لزيرو. طبعا نتيجه ان الاوزون لاير اصلا بتعمل ابزوربشن للالترا فايلت راديشن، فده اللي بيخليها تبقى هات شويه يعني تسخن شويه. بقى الميزو ترجع تاني ديكريز لحد نيجاتيف 90، بقى في الثيرموسفير انكريز لحد 1200،
وتخبر يا جماعه ان البريشر كله ديكريز، لان احنا كل ما بنطلع لفوق بالالتيتيود بتاعنا او بالاليفيشن البريشر بيحصل له ديكريز. اتفقنا ان الكوره اللي تحت خالص اللي في القمه بتاعت الجبل مثلا، واحد واقف في قمه الجبل، واحد واقف تحت الجبل في قاعده الجبل يعني. فقلت له اكيد طبعا اللي موجود في التوب بتاع الماونتن عنده بريشر اقل، لان مفيش اير في قولهم عليه. ما هو البريشر بيقل امتى؟ لما اللينس اوف اير قولهم هو كمان يقل. وقلنا كده ان السكند لاير الستراتوسفير قال ان هي ولا عندها بقى ولا كلاود ولا ويذر فينومينا بقى ولا اي حاجه. وزياده على كده كمان ان الاير موفمنت فيها هوريزونتال. يعني ايه هوريزونتال؟ يعني ليفت رايت. ليفت رايت ده بيساعد الطياره انها تطير. خلاص، لذلك الطيران لما بيبقى بيطلع بالطياره يقول لي ايه؟ يقول له اول حاجه اربط الحزام بتاع الطياره وانت بتطير، وبعد كده يقول له لا عادي خلاص ممكن تفكه، لان هو خلاص عدى المطبات الهوائيه التربيولنس اللي موجوده في التروبوسفير. مجرد دخل في الستراتو خلاص، الستراتو الدنيا لطيفه، ما فيهوش حاجه غير الاوزون لاير اللي بيعمل ابزورب للالترا فايروت ايه راديشن. تمام، طيب ده بالنسبه كده للستراتو. طب بالنسبه للميزو، ميزو احنا قلنا برضه نفس الحكايه، هي كولدست لاير لان التمبريتشر وصلت لحد نيجاتيف 90 فقلت جامد. خلاص، اللي بيميز الميزوسفير اولها ام ان هي contain limited quantity of helium and hydrogen، فعشان كده بيسميها highly rarefied او highly vacant، كانها متفرغه من الهواء ما فيهاش غير هيدروجين وهيليوم بس، كمان بليمتد كوانتي، كميات صغيره جدا. وكمان هي بروتكتد الايرث اصلا من السلاتشال بودي اللي هي سلاتشال روكي اللي هي زي الميتيورز، لان بيحصل اصلا الميتيورز بتحصل فيها بيحصل فريكشن مع الاير مولكولز فبيكونوا الميتيورز، فهي بروتكت الايرث من الحاجات دي. فالميتيورز اولها ام، في الميزو اولها ام، فالميتيورز بتحصل فين؟ في الميزو سفير. تمام يا شباب، طيب يبقى انا بس هقف لحد الجزء دوت خلاص، بس في شويه جيفريز مهمين جدا في الجزء دوت. يعني احنا كده بس فاضل لنا الجزء الاخير اللي هي الاستراتو الاخر واحده خالص، انا ممكن نقولها يعني هي فاضل فيها كام فينومينا اللي هي ثيرموسفير اللي هي الهوتست لاير. الثيرموسفير اصلا كبيره ليه؟ اولا هي بيجي في اخرها كده بيبقى فيه ايونز، لاير اوف ايونز، تشارجد ايون، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. بيعملوا ايه التشارجد ايونز دي؟ بيعملوا have a role in wireless communication. طبعا احنا كلنا شغالين بالوايرلس كوميونيكيشن، موبايلات، وايرلس كوميونيكيشن، الاجهزه اللاسلكيه. فطبعا مين بيعمل الحكايه دي؟ الايونوسفير لاير. دي عباره عن ايه؟ عباره عن تشارجد ايونز موجوده سراوند ذا ثيرموسفير، وهي مش لاير تبع الاتموسفير. الاتموسفير يا شباب هو ترتيب تروب ستراتو ميزو ثيرمو. بعد الثيرمو في تشارجد ايون لاير مالناش دعوه بيها، هي مش لايرز تبعنا، بس هي هذا رول ان وايرلس كوميونيكيشن، تيجي في الامتحان كتير جدا وتبقى امبورتنت في ايونوسفير لاير. الايونوسفير لاير دورها ايه؟ وايرلس كوميونيكيشن. وعشان هي تشارجد ايون بوزيتيف ونيجاتيف فحواليها فان الين بيلت. فان الين بيلت ده عباره عن تو ماجنتيك بيلت. ماجنتيك ليه؟ لان في بوزيتيف ونيجاتيف هو سراوند الايونوسفير، وطبعا وجوده بيخلي بيحصل سكاترينج لاي هارمفول راديشن ممكن تيجي يعني. يبقى الايونوسفير هي تشارجد ايونز سراوندد ببره بمين؟ بالفان الين بيلت. الفان الين بيلت عباره عن ايه؟ تو ماجنتيك بيلت سراوندينج ايونوسفير اند بلاي امبورتنت رول ان سكاترينج هارمفول تشارجد راديشن، اي هارمفول راديشن. اخر حاجه عندي الارورا فينومينا. الارورا فينومينا ات ابير از ا برايت كلرفول لايت. كلرفول لايت كورتينز يعني كانك فرشت كده بطاطين في السماء، حاجه برايتلي كلرفول كورتينز فروم ذا بولز بول، بنشوفها بس من الساوث والنورث بول بس. الأرورا فينومينا هي brightly colored colorful light curtains from the poles pulled. هو كده هيبقى فاضل في اسم حاجة مهمة، خلي بالكم البروبلم هنقولها برضو إن شاء الله المرة الجاية، لأن تيجي كل امتحان لازم تيجي فيه بروبلم. عايزة أقول لكم إن أصلا ما بين يعني أنا خلصت خلاص تروب وسترات وميز وثيرمو، فالثيرمو ده خلاص أنت كده منك للأوتر سبيس على طول. فالجزء اللي بعدها ده بنسميه الإكزوسفير. الاكزوسفير هو اللي انا بوصل اخر الثيرموسفير بالاوتر سبيس. فلما يقول لي اوتر سبيس اقول له اكزوسفير، لما يقول لي اوتر سبيس يبقى اكزوسفير. والاكزوسفير ده بقى اللي هو فيه مين؟ فيه الستلايت موف في الاكزوسفير بره، بتعمل ترانسميت للويذر انفورميشن وتي في بروجرامز، بتوصل لنا تي في بروجرامز. يبقى الستلايت موجودين في الاكزوسفير. الاكزوسفير دوت اللي ايه؟ اخر الثيرموسفير مع الاوتر سبيس. طيب طبعا هنا بيقول لي اول حاجه النورمال اتموسفيريك بريشر ايكوال كام؟ يس 10 13.25 بين الاستراتو والميزو استراتو بوز. اللي بعدها ماتيورز بيرن، احنا قلنا ماتيورز اولها ام يبقى معاها ماتيورز ميزوسفير. نمبر 4 الهوتست لاير، اسخن واحده فيهم مين؟ هتبقى الثيرموسفير. بعدها الكولدست لاير هتبقى مين؟ ميزوسفير.
وال device used to measuring atmospheric pressure اسمهم ايه؟ هما A و B، يعني هما ال altimeter وال aneroid الاتنين A and B. The device used in measuring the altitude altimeter. Altitude altimeter. When we only charged with cosmic radiation are dispersed in the disturbed فين يا جماعة؟ في آخر ليه خالص اللي هي مين؟ الثيرموسفير، عشان هي عندها الأيونوسفير. اللي بيعمل ايه؟ الأيونوسفير عنده have a role in a in wireless communication. شكرا، يا رب نشوف نكون استفدنا ان شاء الله بالليسن النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.